فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص من اول المشروع ده متاح دكتور مصطفى؟ ايوه متاح لكم ان انتوا تخشوا فيه طبعا، اللي عايز يتفضل. والكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه، عشان طب بتقول لي طب احنا ما اديتناش الفرصه من الاول ليه؟ الفرصه طب ما كانت موجوده على مدى 40 50 سنه دكتور حامد. صحيح يا فندم. لا بامانه يعني. يا فندم مش كده، هو بدا في السبعينات بقى ياخد الحيز الاكبر من الدراسات، كانت في السبعينات الثمانينات، لكن هو قبل كده كمان. يعني انا عايز اقول كاكتشافات، انت قلت 1922 1930 كيعني بقى احنا عارفين ان في حاجه زي كده في مصر، ولكن كاجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصه. هقول ما جاتش فرصه، مش هقول اي حاجه تانية، لان ما حدش ابدا هيبقى شايف ان في خير ويا دكتور مصطفى، ولا بقى احنا بنظلم الاخرين وبنظلم نفسنا في الكلام. لا، اي حد في مصر مسؤول اي مكان موقعه هيبقى حريص على ان هو لو في مجال لخير هيعمله. لكن ما حصلش، ما جاتش فرصه. بقول الفرصه جت بايه؟ بان في مسار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله، وبقى في حاجه اتشكلت وخرجت للنور في المشروع ده. الاجابه اللي انتوا عايزين تسمعوها ان دراسات الجدوى، انا بقول الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده، اللي عايز يخش في مشروع زي ده، بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح. دي واحد. نمره اتنين، طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه، يتبقى جزء في القيمه المضافه اللي طرحت هنا. ده موضوع تاني خالص. يعني في خامات ما لهاش قيمه مضافه ابدا، هي هتتباع خامات كده، وفي خامات طالعه ممكن يتعمل منها شغل في مصر، قد يكون هيكلف كتير عشان يطلع، وخبرات كبيره برضو. كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجوده عندنا دكتور حامد اتفضل، وجهاز الخدمه الوطنيه وكل من هو معني بالموضوع دوت، البيانات والمعلومات يا دكتور مصطفى المتاحه للمشروع متاحه للكل، للي عايز يشتغل في هذا الامر.